مرحبا ويعطيكم العافية. هذا الفيديو الخامس وهو قبل الأخير من شابتر اللي هو Discourse Analysis. رح نحكي فيه عن فكرتين اللي هم يعني فكرتين زي بعض تقريبا. واحدة يعني أول إشي رح ناخد عن Adjacency Pairs، وثاني واحدة اللي هي Insertion Sequence أو Sequence Insertion. تمام؟ طب ايش يعني هسا احنا في الفيديو اللي قبل او في حد المستوى اللي قبل لما كنا نتطلع على المحادثة رح نحكي طب يا الله معقول المحادث يعني هون هاد بلش يحكي اجا قاطعه الشخص الثاني، بعدين هو اضطر انه يصير يعمل او يضيف بالبوزز، يضيف بعض اللي هم زي ان والار هذول اللي حكينا عنهم عشان الشخص اللي قباله ما يقاطعه. طيب معقول انه انا يعني هيك لازم بس اضل مركزة واضل مركزة في المحادثة وانه هذا ما ياخد دوري، وشو اعمل عشان هذا الشخص ما ياخد دوري او زي هيك؟ لا، في عندي بعض اللي هي بعض الـ يعني sequences او بعض الـ conversational interactions. تمام، في اللي هم fairly well established patterns اللي هم خلاص يعني بتتبع نمط معين وعادل وزي هيك، ان هو زي كيف زي نمط سؤال وإجابة يعني خلاص هم ثابتين. زي كيف لما نشوف حد نحكي هاي او هلو، الثاني رح يرد عليه يا اما نحكي هاي او هلو، نحكي مرحبا، الثاني رح يحكي اهلا. خلاص هذا اشي ثابت، باترن ثابت في كل يعني في كل اشي، ودائما في كل زمان ومكان ما بتغير انه واحد يحكي مرحبا الثاني بيرد عليه هلا او انه كمان مرحبا او زي هيك. تمام، فايش هم الادجاسنسي بيرز اللي هم type of almost automatic sequence in conversation which the first part from one speaker and second part from another speaker. تمام، يعني هم خلاص اشي اوتوماتيكي sequence او تسلسل اوتوماتيكي في محادثة، الجزء الاول بيحكي الشخص الاول والجزء الثاني بيحكي الشخص الثاني، زي ما نحكي how are you رح يرد عليه fine thanks. خلاص هذا اشي ثابت، يعني اذا واحد حكى how are you او الثاني رد عليه fine thanks خلاص هذا اشي ثابت، كيف حالك الحمد لله بخير. يعني حتى هاي كثير بنلاقيها عنا في يعني محادثاتنا وزي هيك، خلاص في بعض الكلمات او بعض الشغلات ردودها ثابت زي هيك، زي كأنه الواحد بيكون عنده رد أوتوماتيكي. تمام، هسا في عندي هسا زي ايش شوي ناخذ زي كيف زي لما انا احكي good morning good morning، مثلا where's Mary she's at work already، نحكي thanks for your help yesterday oh you're welcome. خلاص مثلا نحكي okay take talk to you later احكي باي، او مثلا مبروك الله يبارك فيك مرحبا اهلا يعطيك العافية يعافي عمرك، او يعطيك العافية الله يعافيكي الله يسعدك وانت كمان زي هيك. خلاص في عنا بعض الكلمات يعني حتى في العربي يعني مش بس بالانجليزي خلاص وبثابتين، زي كيف حتى ايام المدرسة تفوت المعلمة how are you ايش كانت تحكي والله نسيت، نحكي I'm fine thank you. خلاص هيك يعني صار ايش عنا ردود ثابتة، يعني هي هاي خلاص جواب سؤال وجواب ثابت. اوكي طيب، بس عندنا نوع خاص من الادجاسنسي بيرز اسمه insertion sequence. ايش يعني insertion sequence؟ لازم ناخدهم insertion معناتها انه انا ادرج اشي، sequence تسلسل. طب ايش يعني in a conversation an adjacency pair that comes between the first and the second part of another pair؟ يعني انا كيف بيكون عندي الشكل adjacency pair تمام وجواته كمان adjacency pair، يعني هيك بيكونوا جوا بعض. تمام، هسه في صورة بشرح لكم اياها بزيادة، بشرح لكم اياها بزيادة. يعني انا ادرج تسلسل في محادثة بيكون عندي سؤال واجابة عليه، بين السؤال والجواب بيكون عندي كمان سؤال وكمان جواب. طب كيف يعني؟ هسه بورجيكم. تمام، so in the following example the sequence has عندي question 1 q معناها question a معناتها answer. تمام، بس بدنا نشوف بحكي لي do you want some milk؟ ايش المفروض الجواب يكون عنده؟ ايش المفروض؟ يعني هذا question 1. هسه do you want some milk؟
الجواب إيش مفروض؟ يا يس يا نو. بس إذا ما نيجي نطلع على الجواب، إيش هو رد سأله كمان سؤال؟ is it soy milk؟ تمام، فهسه يا إما بده يكون يس أو نو، هاد صار عندي question 2. إيش رد؟ of course. of course هاي رد على إيش؟ هاي رد على question 2. بعدين حكى اوكي ثانكس انه اعطاه انه الموافقه. فهون انا شو صار عندي؟ اجى عندي هون adjacency pairs، اجى جواتها كمان adjacency pair. تمام، فانا هاد بسميه adjacency pair، هذا اللي انا دخلته هون هو اللي بيكون insertion sequence. تمام، ف question 1 و answer 1 هي اللي رح تكون adjacency pair، واللي انا دخلتها جوا ال adjacency pair هاد اللي هي question 2 و answer 2 هي اللي رح تكون insertion sequence. يعني انا ادرجت هون تسلسل. هل ممكن انها دايما تكون بهاي البساطة؟ ممكن انها تصير اعقد شوي، بس برضو كله ان شاء الله رح يكون سهل عندي. هاي كمان كثير بنلاقيها في السيرفرنس encounters، يا رب كله فتة صح. تمام، اللي هي زي في حالات، تمام، اللي هي بتكون معقدة شوي أكثر، بتصير أسئلة في أسئلة، أسئلة في أسئلة. تمام، اللي هي بصير اسمها service encounters. تمام، هاي اللي هي زي كيف يعني لما واحد بده خدمة، زي كيف واحد بده يطلب أوردر أو إشي، بسأل بعدين بصير يدخل أسئلة في أسئلة في أسئلة في أسئلة. تمام، هسا نأخذ كمان مثال. A speaker A can I order pizza to go؟ هذا question 1. هسا ايش المفروض يكون عندي الجواب؟ هو بده يطلب بيتزا، يا اما يس يا اما نو. تمام، بس ايش اجى عندي speaker B؟ شو حكى له؟ what kind would you like؟ رد عليه بسؤال. رجع ايش صار عندي؟ question 1 وصار عندي question 2، سأل سؤال ايش النوع اللي بدك اياه. فهو ايش المفروض؟ مفروض يجاوبه انه يحكي له نوع تبعه. بس ايش اللي صار عندي؟ رجع A اللي هو speaker A حكى له do you have special deals، انه في عندي يعني بعض العروض، في عروض او اشي يعني اوفر زي هيك تنصحني فيهم، بدل ما يجاوبه. اوكي، فهون هو شو حكى له؟ well you can get two veggie supremes for the price of one، عطى عرض. فهذا الانسر هو انسر الكويستشن 3، فصار عندي انسر 3 فور كويستشن 3. هاي اول، هاي insertion sequence. بعدين اوكي I would like that deal، انه what kind would you like اللي هو that deal اللي هو حكى عنه، فهذا رح يكون answer 2 for question 2. تمام، اخر اشي بيرجع هو بيحكي له sure thing we'll have that ready for you in no time. اوكي، فهون هو بيرجع بحكي له، بيرد على السؤال انه هو اللي بيقدر هو يطلب، فهو حكى له، رجع حكى له sure thing انه هو رح يكون عنده انه جاهزة في الوقت المحدد. فهون انا بجي بتطلع، اول سؤال كان عندي اللي هو question 1، الانسر تبعه اخر اشي، ايش اجى عندي بالنص في الحشوة بينهم؟ ايش اجى عندي؟ اجى عندي first insertion sequence و second insertion sequence. تمام، فهون هسا اذا بدنا نيجي انه احنا نلخصها يعني ببساطه، هي محادثه بتكون في الاساس adjacency pair، بعدين بصير عندي بدل الرد بجواب عادي، انا برد بسؤال، فما ارد بسؤاله ويرجع يصير عندي جواب لهذا السؤال، انا بصير عندي اسئله داخل اسئله. زي كمان مثلا انا باجي بدي اطلع، فامي بتحكي في، فانا باجي بحكي لامي انه بدي اطلع، يا اما هي تحكي لي يا اما هي تحكي لي لا. فهون ايش رح تحكي لي؟ بس تحكي لي وين طالعة؟ بحكي لها مثلا بدي اروح على المكان الفلاني. مع مين بدك تروحي؟ زي هيك بصير ايش، اسئله جوا اسئله، اخر ايش يا بتحكي لي يا بتحكي لي لا. تمام، فان شاء الله يا رب يعني هي مش معقده، بدها بس انه احنا نركز شوي. تمام، وبس يعطيكم العافية.